مرحبا أعزائي طلاب الصف الرابع، اشتقت إليكم كثيرا. درسنا اليوم عن جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو اسم يدل على أكثر من اثنتين، وذلك بزيادة ألف وتاء طويلة على مفرده. ونلاحظ من اللون الأحمر أن جمع المؤنث السالم له ثلاثة شروط. أول شرط بأن يكون اسماً وليس فعلاً. الشرط الثاني بأن يدل على أكثر من اثنتين، أي ثلاثة أو أكثر. أما الشرط الثالث بأن ينتهي بألف وتاء زيادة على مفرده، أي عند حذف الألف والتاء تبقى الكلمة بالمفرد. سمي جمع مؤنث سالم لأن أحرف مفرده سلمت من التغيير، أي أنها لم تتغير. دعونا الآن يا أحبائي نأخذ بعض الأمثلة. كلمة لاعبات، هل هذه الكلمة هي اسم؟ نعم. هل تدل على أكثر من اثنتين؟ نعم. هل تنتهي بألف وتاء طويلة؟ نعم. وإن حذفنا الألف والتاء هل نحصل على كلمة بالمفرد؟ لاعبات تصبح لاعبة. إذن هذه جمع مؤنث سالم. مثل آخر، مسافرات، هل هي اسم؟ نعم. تدل على أكثر من اثنتين؟ نعم. تنتهي بألف وتاء طويلة؟ نعم. وإن حذفنا الألف والتاء هل نحصل على كلمة بالمفرد؟ مسافرات تصبح مسافرة. إذن يا جمع مؤنث سالم. مثل أخير، أصوات، هل كلمة أصوات تنتهي بألف وتاء؟ نعم. ولكن إن حذفنا الألف والتاء هل نحصل على كلمة بالمفرد؟ أصوات، دعونا نحذفها، أصوات تصبح أصو. هل مفرد أصوات هو أصو؟ بالطبع لا، مفرد أصوات هو صوت. إذن أصوات ليست جمع مؤنث سالم. والآن دعونا نتعرف على علامات إعراب جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، ينصب بالكسرة، ويجر بالكسرة. إذن هذه العلامات تشبه علامات إعراب المفرد مع تغيير علامة واحدة فقط وهي النصب، فبالمفرد تكون علامة النصب الفتحة، أما بجمع المؤنث السالم يكون منصوبا بالكسرة. ودعونا الآن يا أحبائي نأخذ بعض الأمثلة لنوضح الفكرة أكثر. حضرت المعلمات، من حضر؟ المعلمات. إذن المعلمات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قابلت المعلمات، على من وقع فعل قابلت؟ المعلمات. أحسنتم. إذن المعلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة وليس الفتحة، وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. سلمت على المعلمات، على حرف جر. المعلمات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهكذا يا أحبائي نكون قد تعلمنا علامات إعراب جمع المؤنث السالم. دعونا نبدأ الآن ببعض التدريبات. أستخرج جمع المؤنث السالم من الجملة الآتية وأعربه. وصلت المسافرات، دعونا أولا نتذكر الشروط الثلاثة، بأن يكون اسما يدل على أكثر من اثنتين وينتهي بألف وتاء طويلة. أين هي هذه الكلمة؟ المسافرات. أحسنتم. إذن هي المسافرات، دعونا نعربها الآن. وصلت، وصلت هي فعل، من وصل؟ المسافرات. إذن المسافرات فاعل للفعل وصلت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهكذا يا أحبائي نكون قد تعرفنا على الجمع المؤنث السالم. فهيا بنا الآن لننجز التمارين التطبيقية الموجودة معنا. إلى اللقاء، أحبكم كثيراً.